فانتهت المباراة بالتعادل بثلاث أهداف لكل فريق. ساليرنيتانا كان هو البادئ بالتسجيل عن طريق بولاي ديا الذي سجل هاتريك في هذه المواجهة، وهو نفس اللاعب الذي حرم نابولي من التتويج على ملعبه في الجولة الماضية. فيورنتينا رد على هذا الهدف بهدف آخر عن طريق نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 36، وانتهى الشوط الأول 1-1 بين ساليرنيتانا وفيورنتينا. في الشوط الثاني كان بولايديا نجم هذه المباراة، هو البادئ بالتسجيل بعد المراوغة والتسديد من خارج المنطقة في الدقيقة 59، إلا أن إيكوني تمكن من تعديل النتيجة لمصلحة فريق فيورنتينا في الدقيقة 71. وتقدم بولايديا ليسجل ثالث الأهداف عن طريق ركلة الجزاء في الدقيقة 81. يسجل ثلاثيته في هذه المباراة. لكن فيورنتينا رفض أن يخرج خاسرا، وبراغي يسجل هدف التعادل الثالث في الدقيقة 84. تنتهي المباراة 3-3.